الشيخ الأخ أبو روان سأل عن رأي الديني والشرعي في من لا يقبل الرخص في العبادات كالقصر والجمع إلى آخره. ما أدري كيف لا يقبل الرخص، يعني هناك عدم القبول له وجهان. الوجه الأول أنه ما يقبل بمعنى أنه لا يأخذ بها، إنما يأخذ بالعزيمة في كل أحواله، فلا يقصر في سفره ولا يجمع عند وجود الحاجة ولا يفطر عند وجود الحاجة في السفر إلى الفطر. هذا مخطئ، وعليه يتنزل ما جاء في السنن والمسند من حديث ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى تنتهك عزائمه. فهذا قد فرط فيه ما يحبه الله تعالى، حيث إنه لم يأخذ بالرخص في وقت مشروعيتها. نعم. هذا جزء أو هذا وجه من أوجه معنى عدم قبول الرخصة، وهذا ظني أنه هو الذي يفهمه، هو الذي يريده الأخ. نعم. السائل. نعم. أما إذا كان بمعنى أنه لا يقبل تشريع الرخصة، يعني. نعم. بمعنى يقول لا يجوز، لا أحل لنفسي الفطر في السفر، فهذا لا يجوز، وهذا شيء خطير جدا، لأنه خروج عن الشريعة. الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فذكر الله تعالى رخصا في كتابه يجب على المؤمن. نعم. أن يفرح بها ويحمد الله تعالى عليها، فإذا تحققت فيه فالأحب إلى الله أن يأخذ بالرخصة وأن لا يشق على نفسه.